نجم سطع بريقه في الأراضي المغربية، وكان ظهوره المرعب في كأس العالم 2022. نحن نتحدث على موهبة رائعة ومحبوبة لدى الجمهور المغربي، عز الدين أناحية، النجم الذي ولد يوم 19 أبريل سنة 2000 بمدينة الدار البيضاء. الموهبة المغربية بدأت في أزقة حي لالة مريم مسقط رأسه، قبل أن يتلقى تدريبه الأول في نادي الرجاء البيضاوي، وبعدها التحق بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. غادر أناحي إلى فرنسا في سنة 2018 لينضم لنادي ستراسبورغ قبل أن ينطلق الاحتراف من فريق أنجي وحمل الرقم 8. أناحي حمل قميص المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، ثم منتخب أقل من 23 سنة، قبل أن يتم المنادات عليه من قبل وحيد خليل وزيج للعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث لعب أول مباراة احترافية مع المنتخب، وكان الفوز على غانا بهدف نظيف. وأول هدف للاعب أناحي كان في مباراة الإياب الفاصلة ضد منتخب الكونغو برسم إقصائيات كأس العالم 2022، وشارك أناحي في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بالإضافة لمشاركته في كأس العالم قطر 22. ومن أبرز ما حقق اللاعب المغربي مع المنتخب هو الوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم والوصول إلى ربع نهائي كأس الأمم. خاض عز الدين أناحي رفقة المنتخب الوطني المغربي 17 مباراة سجل منها هدفين، ثم اختير أناحي من قبل الاتحاد الدولي لتشكيلة العام في إفريقيا 2022. يتمتع صاحب 23 ربيعا بأسلوب لعب حديث يجمع بين السرعة والمهارة الفنية اكتسبها منذ مرحلة الطفولة. هذا الأسلوب ساعده كثيرا في إبراز نجوميته. عز الدين أناحي لاعب موهوب ومتعدد القدرات من حيث مراكز اللعب، يلعب جناحا ولاعب ربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، وموزع كذلك. مفاد الكلام هو نجم مغربي سيقول كلمته مستقبلا، ومحبوب الجمهور المغربي الذي ينتظره وبفارغ الصبر في بطولة كأس أمم إفريقيا. أناحي بحمل القميص المغربي فخور، وفي الملعب سيسعد الجمهور.